شوت من هنا والله الله الله على الهدف، الله على الهدف بتاع ابو كونيه، الله على الهدف بتاع ابو كونيه. لسه خالد بيبو كان بيقول لك بيجري ويكسكس يجري كسكس، دي اسكندراني يعني يسيبه 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 في الدقيقه يعني 58 من زمن المباراه، يعني في الدقيقه 13 من زمن المباراه. بص حضراتكم هنشوفه مره تانية، مش اوف سايد مش اوف سايد، هو راح دلوقتي بقى لوحده، ولكن هدف جميل جميل. لسه بقول لحضراتكم محمد نجيب وسعد سمير الاثنين سرحانين النهارده خالص، وهدف جميل جميل جميل. 2-2 ابو كونيه اخيرا، ابو كونيه اخيرا في الدقيقه 13 من زمن الشوط الثاني هيعرف. قالوا على طول رضوان يوسف فين الباك الشمال، فين نص الملعب، فين فين، انما تحدى دمنهور النادي الاهلي في الدقيقه 13 من زمن الشوط الثاني وابو